وبقول كده لكل مسؤول في مصر وكل محافظ وكل مدير أمن وكل مسؤول في مصر، لو سمحت ما تسكتش على الغلط، ما تسكتش على الغلط عشان مصلحة البلد دي، مش عشان حد تاني. أنا مفيش بيني وبين حد خصومة، أنا بيني وبين الباطل والشر والتعدي والظلم خصومة، أنا عندي كده. وأي حد تاني برضو بقول عشان تبقى الناس واضحة، يقول لك أنت ليه بتحط نفسك في المجالات دي؟ ما تسيبهم هم، وزير الري يقول، وزير الزراعة يقول، طب حتى كمان من دولة الرئيس، وأنت خليك جميل، خليك حلو يعني، مش كده؟ لا، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. البلاد ما بتجيش بالدلع، البلاد ما بتجيش بالدلع والطبطبة، البلاد بتيجي بالجدية والعمل والانضباط والالتزام، ولازم كلنا يبقى مقتنعين بكده، حتى لو احنا بنمارس حاجات خطأ نبقى عارف ان انا بعمل ده غلط وهتحاسب عليه. انا حبيت ابدأ بالكلام ده في هنا مع السيد وزير الزراعة، وهو بيتكلم على ان احنا كنا عندنا اراضي زراعية قد كده وزادت بتبقى قد كده ولسه هتزيد، بس هتزيد من خلال استخدامنا الجيد للمية. محطة المعالجة اللي احنا بنفتتحها دي تقريبا لو قلنا يعني هتوصل لحوالي 2 مليار متر مية، كانوا بيروحوا فين؟ في البحر، كانوا بيروحوا في المنزلة وفي البحر المتوسط. اتعمل البرنامج ده كله وهتسمعوا الأرقام عشان يخش في المنظومة هنا ويروي 500 ألف فدان، يبقى الممارسات دي ونفس الكلام في الدلتا الجديدة ممكن يبقى 6 و7 أو 7 مليون متر هناك، يعني برضه حوالي 2 مليار كمان، يعني 4 مليار متر مية، أكنهم زودناهم وخليناهم لأرض زراعية. فمش مقبول لا حد يتعدى على جسور ولا يبني على أراضي زراعية. وبالمناسبة المفروض ان احنا ما ننساش الكلام ده، لكون ان هي كانت هوجة الدولة عملتها خلال 3-4 سنين اللي فاتوا وخلاص بقى. انا بقول كده للسادة المحافظين وللتنمية المحلية وللحكومة ولنفسي وللمواطن،